فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نمت عن الصلاة المكتوبة ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة، فهل الأفضل بالنسبة لي أن أؤديها في البيت أو أن أذهب إلى المسجد لأدائها هناك؟ المسجد فاتت الجماعة، إذا كان ترجو أنك تجد في المسجد أحد يصلي معك اذهب إليه، أما إذا كنت أغلق المسجد ولا ترجو أحد صلها في البيت، مش تتعب وما فيها أحد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.